السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ الصحه بخير، عواش مبروكه، عيدكم مبارك ان شاء الله. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه واش ما تمنيتو. كي دايرين؟ بخير. تعاودوا سمحوا لي على الغبار، عبرت عليكم فعلا ولكن نعوضكم نعوضكم ان شاء الله بيد الله. المهم احبابي راني غنصايب شويه المسمن باش نفطر. خلات الكيكه درتها في الفران، سمحوا لي ما صبرتش معكم كلشي ولكن هاكي الكيكه ديما كنصور معكم. المهم نصور معكم اجود العيد صافي. بيبي بينك صايب شي واحد 2 كيلو ديال الحلوى، عرفتيني الخميره 2 كيلو ديال الحلوى تقريبا تقريبا. المهم تقدير انا ما عبرتهاش، وخلطت الكيكه درتها في الفران. دابا غنصايب شويه المسمن. انا ديما المسمن كندير فيه شويه الخبيرات كيف ديما كنقول لكم باش ما يكونش باش ما يضربش في المعده، حيت المسمن الا فيه الخميره ما تخافوش منه واخا تاكلوه. هنا درت زلافة ونص دالفورس، زلافة دالفينو، زلافة ونص دالفورس، شوية الخميرة واحد القريصة تقريبا، ملحة. بسم الله توكلنا على ربي الحبيب صافي. والزيت بسم الله اذا بغيتو عجينه المسمن ما تعذبكمش كبوا ليها الماء بدقه، ماشي حتى تخلط العجينه ويولي في داك الخيط وعاد تبقاو تزيدوا في الماء. ملي كتبقاو تزيدوا في الماء صافي ما كتبقاش ديك العجينه كتجي صلبه شويه، ما تقدروش ما كتقدروش ديروها عدلكوها. انا كعينيه ميزانين كندير ليها داك القدر ديال الماء اللي غادي يكفيها بدقه، كتدلك الراسه ديما كنوريكم راه عندها عده طرق للعجينه باش تدلك الراسه بلا ما تبقاو مضاربين معاها. شوفوا تاع الله هذه دابا اش فيها ما يتدلك، كتبان لكم بحالها شويه زايده في الماء ياك؟ لا راه غادي تشرب. هذه هي العجينه ديال المسمن اللي بغيتي المسمن ينجح معكم. راه نتوما غتشوفوا كلشي قدام عينكم، ما غنقطع على الفيديو ما غنقطعش الفيديو ما والو. هادي كنفركها بهاد الطريقه. شوف واخا تبان لكم دابا كتلصق في يدين واحد شويه ما غتبان لكم عاديه، حيت العجينه الا عجنتوها في الاول ما عطيتوهاش الماء كيخصكم تبقاو تدلكو في الماء كثر اللي غيدلكو. اي انا الحمد لله كنشكر ربي الحمد ندلكها، كاين اللي ما تقدرش تدلكها، كاين اللي كتقول بغيت دير دابا العجين المسمن كتقول لك كتغلب لي العجينه ديالها. شنو انتما غندير واحد شويه الزيت في يديا وغتشوفوا هادشي كامل غيمشي. حيت فيها الفينو نخليها واحد شويه ترتاح غادي تدار غادي تشرب دغيا 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 غادي تبان لكم العجينه معجونه ومدلوكه. مش ضروري نبقى فركي ما تفرك فركي ما تفرك كندلك فيها. هادي ما نضيعش انا حافه نديرها في الماء، ما خصنيش يدي بحال هكايا نحيدها نحنيناش لا ما نحنيو بالعجينة. ايه بصراحة العجينة دارت فينا غزاوة رمضان كامل، الله يسمح لينا نوريو صنو منها.
نتوما خوت شوف تعطي دابا هاد العجينه واش انا فرفتها واش انا ذكتها لا غير جمعتها غير جمعتها وشوفوا شوفوا شوفوا يا عبد الله كيفاش دايره انا كندهن يدي غير باش تفرك معايا العجينه درتوها الا عجنتوها قاصحه ما عطيتوهاش الماء في الاول الجلي يدخل فيها الماء بقاو تكروشيو فيه غير تدلك وتخليو ما ديروا في الاخر تجيكم مسنن مدقصه اي دابا انا هذه هي عجنتي في المسمره في البطاطس لا الطريقه الا حط الطريقه باش تعجن الماكينه راه كنعطيوها الماء بالدقه تجينا تغي كتعجنها شتي تدير لها تفرك تتدلك انا غنغطيها بالسلوفان واحد جوج دقائق تقريبا نشوف شي هذه كان فيها الحرش نقيه التليفون كيدوز عندي تاع سيمانه ما كيتقرا لا ما خدمو بها الميس صافي هانتوما انا خد هانتوما وريدات شتو جينا ما عجبتني ما والو في البلاصه ما خليتهاش ما تسنيتش زعما الطرحه ولا التلاق كيف كنقولوا دغيا شتو بالنسبه للبنات الملوي الملوي كلكم كتعرفوا طريقته ياك كيعذبنا كيجي شويه صعيب بدي عجينه هذه وما ما يعذبك بالطريقه تعجني بهالطريقه ما يعذبكش العجينه تتبان مدلوقه ديال بصح هي ما مدلوقاش المهم انتم النتيجه النتيجه غتشوفوها في المسند بلا ذب بلا والو انا على المسمن ما كنديرش واخا كندير المسمن ديال اهلي ما كنديرش ديك المسمنات صغار المسمنات صغار باش حنا بغينا ناكلو ولا بغينا نتلاو انا هنا كنغرس في نفس الوقت كنطيب نغرس هادو كنغرس وحده كنخليها ترتاح بما طيب بما طابت هادي ونهز الاخرى اللي غرستها قبل سهل سهل ما كيعذبكش وما كياخذش الوقت بزاف وما كياخذش الزيت بزاف يعني سهل 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 ملي كيجي على عكس تصايب نسمس تجرب الطريقة د العجينة بلاي تو تشكرني عليها شحال من مرة العيال كيقولوا لك لا أنا بلا ما ندير المسمن غير كنشريها ولا غير ولا بلاش نصايب تيكا ونصايب شي حاجة أخرى ما نصايبش المسمن على قبل هو في التمارة إذا درتوها صراحة تتسهل عليك عندي شوية الزيت شتو كي مربلة شتو كيبان لكم المقلة شتو كي كتنفخ المسيمرة كنرشو هاد الزيت باش تجي محمرة أنا راه مكنديرش السكر كاين اللي كيدير السكر مكيعجبنيش صراحة أصلا راه الدقيق كله سكر القمح وسميتو راه فيه السكر كنزيدو السكر غير باش يعطينا اللون مكيناش وعاد الناس اللي كيدهنوا بالعسل اللي كيخدموه مع العسل ما كاينش نديرو سميتو غير هذا سميتو مسمر يطيب بالقاعدة ديالو نقص عليه البلطة ويطيب بالقاعدة ديالو صافي ورش ورشو بزيت الله
الشمعه كيما الفرخه. ورشوا فيه برشوا بالزيت باش نزيد عليها كيفاش فيه باش يجي محمر. يجي محمر ما تحرش. انا دابا هذا ما غاديش نطيبو نيت نيت، انا نخلي شويه حيت بحال هكا الشم حيت هذا غيطيب وغادي يتسنى باش حتى للصباح نشعلوه ونسخنوه. يعني انا راه شنو كندير، راه كندهن المقله بالزيت وكنبدا نطيبو وحده بوحده. ديما ملي كتبغيو تخليوه يبات ولا ديروه في الفريجو ما تطيبوهش حتى يتقرب، حيت ملي كي يبدا كتخرمش المسمن ما كتبغيش تقدموه في ديك الساعه. اما الا طيبتيه دابا طيب ولا مقرمش الصباح ملي غتصحبيه غيبان لك هي ملوي، ما يجيش مقرمش، ما يجيش مقرمش. هذاك الشيء علاش غتخليو ليه، غتخليو فيه شويه ديال الخيار، يعني ماشي نص طيبه عاوتاني كما كنقولوا. ما يتحمرش مزيان، يتحمرش بزاف باش ملي تسخنوه يجي مقرمش. من طبيعة الحال راه كتسخنو غير داك الشيء اللي غادي تقدمو في الفرن، حيت عاوتاني إلا سخنتوه هو كيخسر. كنت غنصايب ديك المسيملات لي كنقليوهم، كنطفيوهم في العسل، ولكن كاينة واحد الحلوة معسلة تعطي بركة. ما كاين لاش، ما كاينش زعما تقوي من العسل. انا محيده السكر، هو اغلبيه ما كيشربش السكر، ما كاينش. وانا الصراحه كنتفادى اي حاجه فيها السكر كنتفادى، ماشي غير ليا المريضه كامل. نصيحه من عندي، اي حاجه فيها السكر الانسان يتفاداها شويه، ماشي بالضروره يكون عندك السكر. نحيها واش هادشي كان سبق المقلة. المهم قبيلتي انا غنحبس الفيديو باش ما يجيش طويل. هانتوما قبيلاتي راني ساليت المسمن، غسلت القصعة وغسلت البلاصة لي جات هادشي لي درت فيها لي درت فيها المسمن باش الله ربي الله. المهم المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو. كما قلت لكم انا راه ما حمرتش، ماشي خليتهم يتكرملوا بزاف. المهم ماشي مكرملتش صحيح. يلا الله يضيع عليكم، خليت لكم الراحه الى الفيديو المقبل ان شاء الله. كنقول لكم عواشركم مبروكه، عيدكم مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. وباش ما تمنيتو وتهلاو ليا في رياسكم.